مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في ختام تصفيات هنا أمم أفريقيا 2022. المباراة هتقام على استاد القاهرة زي ما كلنا عارفين الساعة 6 تحديدا، هتكون برضو بدون جمهور، على بقى أن يتم السماح لكل منتخب بحضور 25 فرد، يعني هنا بنتكلم 50 فرد للمنتخبين، وده قرار لما احنا عارفين عدم حضور هنا الجماهير جه تنفيذا لقرارات الكاف مؤخرا بعدم حضور الجماهير ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. زي ما كلنا عارفين المنتخبين حسموا بالفعل مصيرهم فيما يتعلق بالتأهل رسميا، بالتالي احنا كلنا بننتظر من منتخبنا ان هو يعني يفرجنا على لعب كويس ونستمتع بمتابعة لعب مميز وأداء جيد، لان الأجواء الحقيقة ممهدة جدا لده، وكل الجماهير مستنية مباراة قوية وأداء جيد للمنتخب المصري في ظل عدم وجود ضغوط، إلا إن احنا كده يعني أكيد عايزين منتخبنا ياخد صدارة المجموعة، خصوصا وإنه بيمتلك بالفعل 9 نقاط متساوية مع جزر القمر، بينما كينيا رصيده 4 نقاط فقط. بص يا كريم، يعني خلينا نتكلم إن الكل اتفق إن التأهل لبطولة الأمم حاجة يعني مش غريبة يعني على المنتخب أداء بالتأكيد، لكن وخلينا نقول كمان أمر طبيعي، لكن اللي مش طبيعي هو هنا لو هنتكلم بقى بصراحة الأداء اللي فيه تراجع إلى حد كبير. عشان كده إحنا بنقول ونفسنا وبندعي نشوف مباراة حلوة تليق باسم منتخب مصر، هو ده اللي بيأمله الشعب المصري، هو ده اللي عنده ثقة كمان في منتخب بتاعه، يعني المصريين عندهم ثقة في المنتخب وبنأمل ده إن شاء الله، بس سو فار زي ما بيقول لك كده يعني نوت سو جود. فنتمنى ان الماتشات اللي جايه والمباريات اللي جايه والاداء في الفتره اللي جايه يكون افضل بكتير ويشرف فعلا المصريين ويشرف مصر باذن الله، واثقين ان ده هيحصل. عشان اللي انت بتقوليه ده كم يوم اللي فاتوا او كم ساعه شويه ساعات اللي فاتوا باختصار كده كان في جدل كبير قوي اثرته جمله هذه المباراه تكسب ولا تلعب. طب وماله لما تكسب من خلال انها تلعب؟ يعني احنا ملناش نفس نتفرج على اداء محترم، والمفروض والمتوقع ان الاداء يكون اقوى مليون مره مما رايناه في هذه المباراه لاعتبارات كتير قوي دون الدخول في التفاصيل. طبعا الاداء القوي مش مجرد للمتعه، يعني من المؤكد انه بيحقق اهداف تانية مهمه جدا الى جانب المتعه، منها ان انت مثلا بتوصل رساله لكل المنافسين ليك في القاره ان انت منتخب قوي وان انت المرشح دايما الاول للفوز في اي مباراه انت بتكون طرف من الطرفين اللي فيها. احنا عايزين الرساله دي توصل عشان عندنا بعد وقت مش بعيد من دلوقتي تصفيات كاس العالم، يبقى ليه ما نقدمش الاداء اللي يطمننا كلنا على الصعيد الداخلي واللي يقلق كل المنافسين على الصعيد الخارجي، خصوصا وان احنا عندنا منتخب بيضم عناصر متميزه جدا جدا جدا، فما ينفعش نشوف غير اداء محترم. بتفق معاك، وكمان لو هنروح لتفاصيل اكتر خليني اقول لحضراتكم لاعبي المنتخب والجهاز الفني خضعوا لمسحه للكشف عن فيروس كورونا ده قبل مباراه جزر القمر، واكيد كمان هناكد ان فندق اقامه المنتخب يشهد تطبيق هنا الاجراءات الطبيه للوقايه من الفيروس بشكل كبير، وتم منع تماما اي زيارات داخل الفندق، ده بجانب اكيد كمان عزل كل لاعب في غرفه منفصله مع منع التجمعات منع الاختلاط علشان يبقى فيه كمان نقول تعقيم وتطهير بشكل يعني كفء بيتم، وكمان في غلق تام ومستمر للغرف والدور اللي كمان بيقيموا فيه، ودي اجراءات اعتقد ما فيش حد ممكن ان هو يعترض عليها، بالعكس ده في الاول في الاخر لسلامه يعني اللاعب. كمان الجديد بالذكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الاول بقياده حسام البدري نقل تمرين المنتخب الى ملعب بيترو سبورت بدل من استاد القاهره الدولي بسبب اقامه تمرين منتخب جزر القمر في نفس توقيت تمرين المنتخب على استاد القاهره الدولي.